La dernière fois, on a commencé à parler de l'analyse élémentaire. Alors, dans l'analyse élémentaire, monsieur, on a parlé de l'estimation de carbone au début. On a dit on fait l'analyse élémentaire pour trouver, un, l'analyse qualitative, savoir les éléments chimiques qui constituent la molécule à étudier. Deux, on fait analyse quantitative pour trouver le pourcentage massique afin de déterminer la formule moléculaire. Pour le carbone, on a dit la dernière fois, on peut savoir la présence de carbone. Comment? On peut alors faire chauffer le composé organique. S'il y a dégagement de gaz carbonique, alors ce composé contient du carbone. Comment peut-on savoir qu'il y a dégagement d'un gaz carbonique? Ou bien on dit que le gaz dégagé trouble l'eau de chaud et il faut écrire l'équation. Ou bien le gaz dégagé réagir avec l'hydroxyde de sodium ou l'hydroxyde de potassium avec ces deux équations demandées à étudier. Et comme ça, on peut savoir qu'il y a du carbone. En plus, comment peut-on calculer le pourcentage massique de carbone? La dernière fois, j'ai écrit ça en rouge rapidement. Qu'est-ce que je dis? Durant ou après le chauffage de ce composé, une certaine quantité de gaz CO2 libéré. Si on dit la masse de l'eau de chaux, la masse de soude, la masse de potasse augmente de X grammes, cette augmentation, c'est l'augmentation, c'est-à-dire il y a dégagement de CO2 et en plus, on peut trouver la masse de CO2, comment c'est le X grammes. En tête exemple, qui est Michel Masse, la soude ma CO2 ou 1,3 g. L'augmentation de la masse. Il y a une masse, la CO2. Un bézide de masse, la soude caustique. Je suis un bézide de la masse, ou CO2. Voilà, Estes. استاذ ال ام تي هو الماس للاودو شو او الماس هو الكومبوزي اللي عم نشتغل عليه هو كومبوزي الكومبوز. اورجانيك كل ماس عم بتقول؟ للام تي اللي سواء ام الام تي تي لو هو الماس حسبناه توتال، يعني هو بيقول لي مثلا 3 جرام دان كومبوزي اورجانيك ا ايشوفي، مش نحن البرسنتاج ماسيك هي الماس على ماس توتال فاسون. اوكي هلا استاذ انا علمتكم طريقه كيف بعمل كالكول اتاب باغ اتاب لاوصل للبرسنتاج ماسيك، وفيكم مثل اللي مطبوعين تبعت ضلكم تمشوا بالريلاسيون لتوصلوا اخر شيء البرسنتاج ماسيك هي الماس للسي على ماس توتال فواسون، يعني بدل الماس دو كربون بنحط الريلاسيون نحن جبناها من فوق. الدو ميثود سون كوريكت، واضح؟ انا برايي تشتغلوا على الميثود اللي انا كتبت لكم اياه، يعني نشتغل كل اتاب ونعمل كالكول. يعني بلا ما نكتب هدي لا يعني مثلا مع الماس للسي او 2 بجيب النمبر دو مول للسي او 2 برجع على الرابور ستوكيومتريك من خلال هيدي الرياكسيون سي بلس او 2 دون سي او 2 بجيب النمبر دو مول للسي من النمبر دو مول للسي بجيب الماس للكربون برجع بجيب البرسنتاج ماسيك دو كربون. سي سو كون ا اكسبليكي لا ديرنيير فوا. مانتونو يا l'analyse qualitative de l'hydrogène. Kamen estez assaria هيدي الباراجراف اللي موجود هون بتقروها بس بشكل عام حقلكم انا شو الهدف منه. لما نعمل analyse qualitative لاعرف انه في عندي هيدروجين كمان نفس الشيء اون شوف هيدا الماس ضمني من نفس الكومبوزي، يعني انا بنفس الوقت بكون عم بيطلع عندي حنشوف هلا انه هيدا فابور دو وبنفس الوقت رح يطلع عندي ديوكسيد دو كربون، إذا هيدا الكومبوزي في بقلبه كربون وهيدروجين. هلا أنا عم بحكي عن الهيدروجين لحال. إذا أنا عندي هيدروجين يا أستاذ، وبنعمل لنا شوفاج، أوكي؟
كمان استاذ شو بنعمل؟ محل ما عم بعمل شوفاج بوصلها هيدي على التوب، بهيدا التوب بكون انا عندي اسيد سلفوريك او CuSO4، واحد منهم. السوليوشن دو CuSO4 هيدا بيعمل ابسوربسيون للفابور دو، نفس الشيء الاسيد سلفوريك. اوكي شباب صبايا، يا استاذ نحن بهيدا التوب هون حاطين حل. خليني مثلا عم بحكي على اسيد سلفوريك. الاسيد سلفوريك بقول عنه اجون ديزيدراتون. شو يعني اجون ديزيدراتون؟ يعني ابسورب لو. فاذا الاسيد سلفوريك هو اجون ديزيدراتون. اجون ديزيدراتون يعني ابسورب لو. بما انه ابسورب لو، فاذا هيدا الكومبوزي في بقلبه هيدروجين رح بس نعمل له شوفاج رح يطلع عندنا شيء اسمه H2O فابور دو. تمام؟ هيدا الفابور دو بروح بقلب التوب وبينزل عند الاسيد سلفوريك او السلفات دو كويفر، بيعملوا ابسوربسيون اثنيناتهم لمين؟ للاو. فاذا قال لي يا استاذ، اذا قالنا يا استاذ مثلا la concentration d'acide sulfurique diminue، شو يعني؟ طب انا على الاسيد سلفوريك اللي موجود هون شو عم بفوت عليها يا استاذ؟ H2O. H2O. طب ولما يجي H2O مش كأن ديلوسيون؟ يعني انا هيدا السوليسيون من الاسيد سلفوريك، كل سوليسيون عنده كونسنتراسيون معين. فاذا قال لي الكونسنتراسيون الاسيد سلفوريك diminue معناتها عم بيكون في عندي absorption de l'eau. اوكي؟ اوكي يا استاذ. يعني الكونسنتراسيون تاعت الاسيد سلفوريك بتعمل ديمينيو من وراء الاجدو. تبعت السلفات دي كويفر ديمينيو لانه عم بفوت عليهم فابور دو، والاسيد سلفوريك هو بيعمل absorption للاو. يعني هيدا الفابور حينزل لتحت وكانه عم زيد مي على هيدا السوليسيون. يعني الكونسنتراسيون اللي بدها تقل، يعني كانه عم بعمل ديمينيسيون او ديليسيون. بس بنفس الوقت مش لا ماس دون سو توب، بهيدا التوب شو عم بيصير بالماس؟ عم المفروض تزيد اوغمونت. شو بدها تقل عم تزيد؟ لا ماس اوغمونت. ليش؟ كان عندي اسيد سلفوريك وعم بزيد عليه فابور، يعني لا ماس اوغمونت. واضح؟ استاذ الاناليز كاليتاتيف سي كلير؟ مفهوم. فاذا بكل بساطه اللي بدي اعرف يا استاذ، pour savoir la présence de l'hydrogène dans un composé organique, un vapeur d'eau se dégage après chauffage et l'acide sulfurique ou le sulfate de cuivre anhydre absorbe cette vapeur d'eau et par suite la masse dans le tube augmente. Alors, quelle est l'équation de la formation de la vapeur d'eau? On a fait un esthèse. Je vais faire un peu de chauffage. C'est le H2 plus 1/2 O2 qui est le H2O. Comment est-ce que j'ai écrit C plus O2 qui est le CO2? C'est l'équation que je vais utiliser pour le calcul quantitatif. لهلا ماشي الحال؟ وي مسيو. فلك شو بيقول لي كمان مثل السي او 2 l'augmentation en masse du tube qui contient l'acide sulfurique ou le sulfate de cuivre anhydre est égal à quoi؟ masse de vapeur d'eau. الماس de vapeur d'eau. فاذا الماس لل H2O صار معنا اياه، هو بيعطينا اياه دوني. بيقول لي la masse de l'acide sulfurique augmente de 1 gramme.
يعني هيدي الان جرام هي الماس لمين؟ لل H2O. طيب بس جيب الماس لل H2O شو صار فينا نجيب؟ النمبر دو مول تاعيتها. فاذا من الماس لل H2O شفتوا ما احلاكم نمبر دو مول لل H2O بيرجع بس جيب النمبر دو مول لل H2O من خلال الرابور ستوكيومتريك صار في جيب النمبر دو مول لمين؟ النمبر دو مول لل H2O. بس جيب النمبر دو مول لل H2O صار في الماس لل H2O اللي هو بيستعملها هي زيت الماس لل H او اذا بدكم انا ال H2O هي عباره عن كم H؟ نعم. فلانه عم بحكي كهيدروجين بتساوي 2 في 2 في 1 نمبر دو مول لل H2O صار في جيب الماس لمين؟ لل H. صار في جيب البرسنتاج لمين؟ لل H. بعيدة؟ لا انا هيدا فهمت. انا كمان مفروض يعني استاذ بس انا جمله ما فهمتها انه لوغمونتاسيون اون ماس لاخر الجمله ما فهمت. استاذ نحن مش عم بيطلع عندي فابور دو عم بروحوا على تيوب محل ما في عندي اسيد سلفوريك؟ بلا. طيب بالاول انا من اسيد سلفوريك له ماس. طيب لما قال لي الاوغمونتاسيون اون ماس اول اشاره شو بيقول لي؟ بما انه الماس للاسيد سلفوريك اوغمون يعني عم في عندنا شيء عم بيزيد عليهم، شو هو الفابور دو؟ وهيدا الاوغمونتاسيون بالماس يلي هو مثلا 1 جرام هو بيساوي لمين هو هيدا الانجرام؟ فاذا هو الماس لمين؟ لل H2O. مش الحال ساره؟ مش الحال ميرسي استاذ. وبس نجيب الماس لل H2O صار في يجيب النمبر دو مول لل H2O من خلال هاي الكويستيون اللي فوق بدي اكون حافظها وبكتبها على الرابور ستوكيومتريك بجيب النمبر دو مول لل H2O بس جيب النمبر دو مول لل H2O نحن عم نشتغل على H فالنمبر دو مول لل H بيساوي مرتين النمبر دو مول لل H2 بس جيب النمبر دو مول لل H منا بجيب شو الماس لل H بس جيب الماس لل H بجيب البرسنتاج ماسيك لل H استاذ بالبرسنتاج ماسيك الام توتال بنستعملها تاعيت الكومبوزي اورجانيك اللي اكيد هي زيت اللي بيستعملها وقت الكربون هي زيتها هون لانه هو هيدا الكومبوزي في بقلبه كربون وهيدروجين لهلا بين بس هو بتعطينا اياه دوني اكيد اكيد ما بقول لك انا مثلا 5 جرام من كومبوزي اكس ايش هو في تبعت كيف ايه استاذ ماشي الحال يلا اعملوا سكرين شوت فاذا صرنا حكيين الاستيماسيون للكربون والاستيماسيون للهيدروجين حدا عنده سؤال نو لا استاذ مش حال. يا طيب استاذ ليك الاكسجين ما اسهله كاليتاتيف انسوا ما بدي احكي عن الكاليتاتيف بالاناليز كوانتيتاتيف استاذ انا اذا هيدا الكومبوزي هو سي اكس اش ايغريك او زد طيب انا للكربون مش قلت عم بتفاعل مع او 2 بلى والاش مش بيتفاعل مع ادمي او 2 بس هودي اي اكسجين هودي الاكسجين دولار طب انا ما في عندي ولا طريقه كالكول بتخليني روح لاقي الماس للاكسجين فشو بنعمل هون يا استاذ دائما الاكسجين بكون اخر اليمون نحكي عنه فانا اذا مثلا هيدا الكومبوزي في سي و اش و او طب انا مش جبت البرسنتاج للكربون وعلمتكم كيف بنجيبها طب البرسنتاج للهيدروجين تعلمنا كيف نجيبها طب الاكسجين يا اسلام بعمل بكل بساطه بقول له جمع البرسنتاج هو مين فاذا البرسنتاج ماسيك للاكسجين هو 100 موان الصم هيدي الاشاره يعنيتها الصم الصم للبرسنتاج لباقي الاليمون عندي سي اش سي ال ازوت كن استاذ كلهم في لهم طريقه كيف بعمل كالكول للبرسنتاج ما عدا مين الاكسجين اكسجين فدايما الاكسجين نتركه اخر شيء ونرجع بنعمل له كالكول هو الصم و الصم للبرسنتاج للباقيين سكرين شوت استاذ الكاليتاتيف ولا شيء ما بدي ادوس شيء للاكسجين
يعني ما بنكتبها. لا 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 بس نحن عرفنا كيف حطوا الريلاسيون كمان بس. داكور. يعني إذا طلعوا هذيك جمع انسان ما بيكون في أكسجين صح؟ 100%. فأنا دائما لازم انتبه للصوم. طلع 100 ما في أكسجين. أقل من 100 بجيب البرسنتاج الأكسجين. طيب. أستاذ راح أخذ أنا هيدا الأبليكاسيون يلي هو بيحكي عن الأكسجين الكربون وهيدروجين وحنشوف إذا في أكسجين أو لا. هيك بيكون عملنا أبليكاسيون ديركت على الكربون والهيدروجين مع الأكسجين. تمام؟ أوكي. On soumet à l'analyse de 2 mg d'un composé organique. استاذ من ملي جرام لجرام شو بنعمل؟ ديفيزا 100 فوا 10 اكسبوزون موان 3 d'un composé organique A dont la molécule est formée de carbone, hydrogène, oxygène. هو قال لي هيدي المولكول فيها كربون وهيدروجين واكسجين. À la fin de la réaction, لايكو كيف يجي الدوني. La masse de tube à potasse caustique augmente de 4,4 mg. Et celui à acide sulfurique de 2,4 mg. شو بيستفيد يا استاذ من الدوني؟ أول نقطتين يا أستاذ قبل ما أقول الماس للCO2 عرفت إنه في كربون وفي هيدروجين. إذا هو مش قايل لي إنه في كربون وهيدروجين وأكسجين من خلال هيدا الدوني on peut savoir que ce composé contient de carbone et d'hydrogène. Oui ou non? Voilà. OK. فإذا هيدا الماس اللي هو 4.4 مليغرام هيدا الماس للCO2 وال 2.4 مليغرام للH2O لهون هيدا الدوني كلير identifier qualitativement les éléments chimiques qui renferment le composé A. Maintenant, l'augmentation de masse. Faisant l'augmentation de la masse du tube à potasse caustique indique la présence de quoi? Carbone. L'oxyde de carbone. Ou par suite, il y a un effet carbone. Hayya. L'augmentation de la masse de potasse caustique indique la présence de CO2. Yani, il y a de carbone. L'augmentation de la masse de l'acide sulfurique indique la présence de H2. Yani, il y a de quoi? D'hydrogène. Estèze, là, elle écrit l'équation de la réaction entre le dioxyde de carbone et le potasse caustique. C'est qu'on a hafzine. Hafzine, oui. D'accord. D'accord. Yeah. بالنسبة استاذ للكاليتاتيف مون صارت سهلة وواضحة لكم صح؟ ديترميني لا كومبوزيسيون يعني البورسنتاج ماسيك دي زيليمون كي فورم لا موليكول ا. شباب وصبايا هيدا البارتي رجع نعملو سكرين شوت وهيدا البارتي اشتغلو انتو دوفوار بور لا سومان بروشان لتشوف او باردون لا فوندردي نحن فوندردي عندنا نشتغل لفندردي حلو انتو استاذ ومنرجع منحلو سوا فندردي اوكي داكو نبعت لك هي يعني دفع لا 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 بس رجاء نشتغلو لتعملو ابليكاسيون يعني بار كالكول على الاناليز كونتيتاتيف اوكي مرسي لكم استاذ اخرتكم اليوم يلا باي 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 سيستر باي مرسي مشي